السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البطني. قبل ما نبدأ الفيديو تاعنا اليوم ما تنسوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله جبت لكم اسهل طريقه لتحضير الجينواز بدون ميزان فقط بالملاعق وناجحه من اول تجربه. تقدروا تحضروا بها جينواز الكيك ولا جينواز البسكويت ولا كيما راكم تشوفوا نطبقوها كيما بغينا، تجي خشينه وتجي خفيفه ريشه. خليكم دوك مع الوصفه مع المقادير، مشاهده ممتعه للجميع. اول حاجه عندي 5 حبات نتاع البيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه ويكون الحجم تاعهم كبير نوعا ما. راح نضيف انا البيض الاصفر مع الابيض. عندي قرصه نتاع الملح وعندي 5 مغارف نتاع السكر، يعني لكل ملعقه او كل حبه نتاع البيض راح ندير لها ملعقه نتاع السكر. درتي 4 بيضات ديري 4 ملاعق نتاع السكر. نجيبوا لنا الباتور دركا وراح نخلطوهم جيدا حتى يتغير اللون تاع الخليط تاعنا ويصبح كريمي ويصبح اللون تاعو ابيض. بسم الله. اذا نشوفوا القوام تاعها كيفاش راهو. دوكا واش راح ندير لها؟ راح ندير لها 2 ملاعق نتاع الزيت، الملعقه الاولى، ونزيد لها الملعقه الثانيه، وراح ندير ايضا 2 ملاعق نتاع الماء. بسم الله. الملعقه الاولى ماء بارد عادي، ونزيد نخلطوها مليح. عندي لهنا ذوق الكراميل يعطيها واحد النكهه رائعه، جربوها. بالنسبه لعطر الكراميل منه ذوق ومنه ملون. ولهنا بالنسبه للنواشف عندي 5 ملاعق نتاع فرينه، وانا الجينواز تاعي راح نديرها بذوق الشيكولا، يعني راح نحي 2 ملاعق فرينه نديرهم 2 كاكاو. راح ندير 3 ملاعق فرينه هكا، ونجيب 2 ملاعق نتاع الكاكاو، يعني لكل حبه نتاع البيض نديرو ملعقه نتاع كاكاو هكا. راح ندخلو على مرتين، نضيف الكمية الأولى ونخلط بالباتر. بسم الله. يعني مش راح نخدم هذيك الطريقة التقليدية من تحت للفوق، نخدم هكا، ندخل الكمية الأولى ونزيد ندخل الكمية الثانية. بسم الله. نزيد هذه الكمية اللي بقات هكا، وراح نكمل نخلط حتى ينسجموا كل المكونات مع بعض. بعد ما خلطنا هذوك المكونات كامل نجيبوا لهنا بلاطو نفرشوه بورق الطهي. بالنسبه للمقاس تاع البلاطو تاعنا راهو 40 على 30 هكا، ونفرغ فيه هذاك الخليط كامل، وراح نفوتوها الفرن على 180 درجه، ومن بعد ان شاء الله نرجع لكم نمشيها مليح، نفوتها طيب، ومن بعد ان شاء الله نكملوا مع بعض. اذا الجينواز تاعنا شوفوا كيفاش طلعت، جات ما شاء الله. كما قلت لكم راهي سهله، شوفوا تجي خفيفه، تجي روعه روعه. تقدروا تخدموها بسكويرولي، تخدموها طبقه تاع الكيك كما تحبوا. دوك انايا كما كنت تشوفوا خليتها شويه دفات باش تنحنى هذاك البابي دو كويسون بكل سهوله، وراح نقلبها في صرفيطه. راح تشوفوا كيفاش نقلبها هكا عادي، صرفيطه عاديه بهذه الطريقه، ونحطوها لهنا ونحي هذاك البابي دو كويسون غير بالعقل. شوفوا يتنحى بكل سهوله، شوفوا كيفاش تجي، تجي ما شاء الله. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتنجح لكم وتدعيوا لي باذن الله. دوك انا هذا الجينواز راح ندير لها طبيعه الحال راح نخدمهم ديطارت، وراح تشوفهم ان شاء الله في الفيديو الثاني او الجزء الثاني. اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جام وتكومونتيو لي اسفل الفيديو، واذا عجبكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عد اخر، تهلاو في رواحكم وسلام.